بي بوزيتيف دايما اللي بنقول لبعضنا، يا زلمه شو بيك، ما تفكر بسلبيه، فكر بايجابيه، دايما كون عم تتطلع على الامور من الميله المليانه من الكبايه مش الميله الفاضيه من الكبايه. هالامور كلها اللي بنسمعها اليوم، كيف لازم نحن نقدر نكون بوزيتيف بظل هالاوضاع اللي نحن عم نتعرض لها بلبنان وبالمنطقه الشرق الاوسط وبالوطن العربي؟ يعني في توتر مش عادي. اليوم ما بدها هالقد مع ميلاد رح يخبرنا اكثر كيف فينا نكون بوزيتيف. صباح الخير. صباح الخير ميلاد، كيفك؟ شو يعني ماشي الحال؟ مش هيني الواحد يكون ايجابي، يعني عن جد بدها علمية. بتعرف هي قرار، مثل ما دائما نحن بنقول. انا كثير بحب هيدا التوبيك احكي عنه، لانه بحس حالي عم دافع عن حالي، بحس حالي قدام المرافعه، لانه من وقتها انا ما اخترت انه تكون الايجابيه هي عنوان لحياتي، كل الناس اللي حوالي بيسالوني انه انت هل انت عايش على الغيمره عم تسعى او انه عايش على غير كوكب. هي قرار انت بتاخده بحياتك. كرمال هيك خليني انطلق اقول انه يلي ما بده يكون ايجابي ما في حدا يغيره. يعني اذا انت اليوم مقرر ضل تفكر بسلبيه، لا انا ولا 100,000 كوتش اكبر مني وله خبره كثير بالكوتشنج، له 100 سنه بيقدر يغيرك رايك، الا اذا كنت انت عبالك وعندك الويل، عندك الإرادة، وناقصك بس التولز لحتى كيف ممكن أنا أفكر بإيجابية. جوزيف، الطرح اللي طرحته أنه كيف إني أنا أفكر بإيجابية بهالأيام؟ ليش مين قال أنه أنا مطلوب مني أفكر بإيجابية لما بيكون كل شيء حوالي لا منيح؟ يعني ايه، شو فايدة واحد يكون سعيد إذا كل شيء اللي حواليه مأمن له؟ بكون حكما رح يكون فكر. فإذا نحن بالعكس، نحن مطلوب منا اليوم نفكر بإيجابية، وبفتكر هيدا أكتر وقت نحن لازم نفكر بإيجابية فيه. وأنا رح بسألك كم سؤال هلأ جوزيف، جاوبني على يورو، بتشوف إذا أنت يا خيي مزبوط أم لا. أنت جوزيف في شي يوم بتكون فيه سعيد وحزين بنفس النهار؟ ايه أكيد. في شي ساعة بتكون فيها سعيد وحزين بنفس النهار؟ ساعة؟ ساعة واحدة. ساعة وكمان. فإذا حسب الأحداث. حسب الأحداث، فإذا بالإمكان، بشوف الإنسان قديش ممكن يتقلب مزاجه للواحد. طيب، فيني أقول لك أطلب منك هلا تكون حزين جوزيف؟ لا، بطلب منك زعل، فيك تزعل؟ إيه أكيد. فكرت هلا بشغلة. إيه. أوف، شو هالقدرة عند العقل إنه يجيب لنا حدث كثير حزين ويخلينا دغري نفكر فيه. طيب اقول لك الانسان بيكون في قادر يكون حزين مش قادر يكون سعيد؟ ايه بس ما بدك كميه احداث كمان هذيك اكثر من هيك. شفت كيف؟ لا مع انه انت لما رحتنا للسلبيه دغري جاوبتني بسرعه. قد ما كثار. شفت كيف؟ فاذا هي عمليه قرار. انا وياك متفقين عمليه قرار. اوكي، في شيء حدث جوزيف هو ذاته في يكون مرات تكون لك حزين مرات تكون لك سعيد؟ هو ذاته اذا بتطلع حسب من وين بتطلع عليه اكيد، بس في حدث ولا ممكن يكون سعيد. يعني هلا انت عم تحكي بظل الاوضاع الراهنه، هلا نحن كل العالم ناطره، يلا في ضربه على سوريا، وهالضربه على سوريا شو قولكم رح تاثر على لبنان؟ اذا حدا رد واذا حدا عمل يا رب دخلك وكذا، اولادنا وين ما نروح فيه وما نهرب بنسافر، شو بنعمل؟ بنضل هون؟ طيب اوكي، شو عم تعمل؟ انت عم تعمل عم تحكي عن شيء. اول شيء، انت قادر تتحكم بالضربه؟ انت جوزيف قادر تقرر اذا في ضربة او ما في ضربة؟ اكيد لا. فاذا ما عندي القدرة انا غير بالواقع يلي اوريدي انا السيناريو اللي محطوط فيه. بلش من الاقل شيء، ممكن ما احضر نشرة الاخبار. هيدا كثير نصيحة. رح اعطيك شيء ثاني. انا اليوم بشوف العالم على هواتفهم الذكية عندهم 4-5 وسائل اعلام بيحطوا له نفس الخبر السريع هو ذاته، بيعطوه اياهم بالثانية لنفسها، بيوصل لك 4-5 اخبار هو ذاته الخبر، بس بيطنطن تليفونك. انت كل ما طنطن تليفونك شو بيصير فيك؟ بتتوتر، مع انه انت عم شو عم تسمع كم خبر؟ نفس خبر واحد. طيب هيدا انت بامكانك تختار وسيله وحده تاخذ منها الخبر ام لا؟ ايه بلا. هيدا طب أكيد. هيدا مش شو بيغير هيدا بيوميا؟ هل حيغير بالضربه او انت شو حتعمل بالضربه؟ لا، بس بيغير كبيره وبتصغر، يعني بيسمعها مره بتكون كبيره وبتصغر وبينسيها. مزبوط 100%. بس افضل من مش افضل من انك تكون حاطط على تليفونك 5000 وسيله ليجيك خبر عاجل اللي بيقول لك انه اوباما قرر او ما قرر؟ اوكي. طيب هيدا قرار عندك. شغله ثانيه اللي بدي اقولها جوزيف، انت كم مره بتقعد حد ناس ما بتكون انت سلبي، بس تقعد حد ناس سلبيين وبتلاقي حالك فليت من الحديث وانت في شيء مطربق على صدرك؟ مزبوط. طب هيدا قرار عندك او مش قرار؟ في عالم بتاخذ لك الايجابيه. أوكي. طيب انا بيجي بيقول لك يا خيي انا هلا الان، بتقول له وين كنت؟ بيقول لك انا قاعد انا وخمسه سته. عن شو عم يحكوا؟ عن ضربه اوباما على سوريا او عن شو بده يصير فيه يا خيي؟ طيب انت عم تجيب الاشياء السلبيه على حياتك وعم تقعد كل النهار تحكي 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 بالسلبيه. عنهم.
فاذا هيدي الثاني، هيدي الثاني نصيحه انا ببعد عنهم دائما. بفتكر نحن كل اللبنانيين فينا نعملها. يعني انا اليوم بدي اقوله، لما قلت انا قرار الايجابيه، هي قرار انك تعمل اوكي، انت منك قادر تغير بالصوره الكبيره، بغير بالصوره الصغيره. وعقلنا ما بيعرف يفرق بين الصوره الكبيره والصوره الصغيره. بس ما بدك تنسى انك تنتبه. طيب رح اقول لك، بدك تنسى انك شو بعمل، بشغل حالي. اذا بدي انسى اني انتبه، اذا بدي انسى الشيء اللي انا شو بعمل، بشغل حالي بطريقه لا ايجابيه. لا قصدي تنسى انت تنتبه، يعني بدك تاخذ حذرك، يعني انه في مشكله مصيبه رح تصير ضربه. انا ما عم اقول ما عم اقول انه الانسان الايجابي، يعني يابا انا هلا عارف انه في ضربه بسوريا، قايم روح على سوريا. ايه عرفت شو قصدي؟ ما هيدا الشخص، ما مش هيك الشخص الايجابي، فالشخص الايجابي يعني مش عم بيفوت بالحيطان، جوزيف. الشخص الايجابي هو يلي بيقدر يتحكم بالواقع. الف اعطي مثل على صغير، هو ذاته فينا نطبقه على كل شيء بحياتنا. اجت النتيجه اليوم، انا سقطت بالامتحان. هلا في كثير تلاميذ سقطوا بالامتحان، اوكي شو بعمل؟ او فيني عندي قرار اقعد اندب حظي وقول ليش سقطت وشو عملت وبدي جسور وحظي سيء وماني قادر. والثاني او فيني اخذ قرار اني انا اخذ هذا الامتحان. اول شيء اعرف كثير منيح انه انا هيدا هو الشخص نفسه يلي كنت قبل النتيجه وبعد النتيجه. قول لحالي انا ميلاد حتشيتي، ما تغير في شيء قبل ما اعرف نتيجه الامتحان وبعد ما اعرف نتيجه الامتحان. تغيرت حياتي؟ لا، وين تغيرت حياتي؟ ليش تغيرت حياتك؟ إذا سقطت. شفت شو قلت؟ تغيرت. معقول إنه إذا أنت سقطت بالامتحان تغيرت حياتك؟ امتحان رسمي؟ بعيد السنة. حياتك؟ مش كبيرة الكلمة؟ إيه بس إنه يعني جوزيف سنة بس ما أنا وياك ما أنا سنة لا بدي عيدها، بدي عيدها. تاني سؤال بقول أنا شو تعلمت؟ أنا هيدي التجربة شو علمتني؟ That's why لما أنا بغرق فيني أو أغرق بالواي قول أنا ليش والأستاذ ومحططين علي وإجوا أهلك ما درست كفاية، وهذا ما بيغير بشي. كيف بطلع من التجربة؟ شو بتعلم من التجربة؟ بتعلم لازم أدرس أكتر، لازم أعمل امتحان أكتر. بدك أنا إذا أبدي يا سمح الله صار امتحان أنا بنكد له عيشت. طيب أنا حقلك أنت وابنك، حقلك فورمول بدك تنكد العيشة، بتقول بينك وبين حالك عندي 60 ثانية هلأ نكت كل شيء اللي بدي نكده، وبعد هذه الستين ثانية لازم أطلع من هيدا المود وأعرف شو بدي أعمل. إيه أنا بعمل هيك. إيه 60 ثانية. إيه. شو بعمل؟ شو لما بقول أنا لحبي حي الله ظرف، هلا عم نحكي عن امتحان. مش 60 ثانية، بتاخذ معي ربع ساعة. لا 60 ثانية. ولو؟ بدقيقة، ليش قال لك 60 ثانية؟ لأنه أنت لما بتعطي لعقلك حي الله شيء بالامتحان، تركها صاحبها، تركت صاحبتي، فشلت بهيدا الشيء، ما عرفت، أوكي، بيجي لعندك جوزيف بقول لك جوزيف أنا عندي هيدي 60 ثانية اللي بدي طلع كل الشيء اللي بقلبي، بدي أقوله وبدي خلص وأعير الوقت. إيه. 60 ثانية رح بتلاحظ انك انت انا عندي القدرة. قبل شوي قلنا عندي القدرة اكون حزين، فاذا عندي القدرة اكون اني اكون سعيد. هلا حاعطيك مثل على الشخص نفس الشيء. فاذا اوكي انا عندي 60 ثانية، فاذا اوكي رح اقولون رح طلع الشيء اللي بقلبي، بس عقلي عنده القدرة كمان يرجع يعمل ستوب لهذا الشيء اللي بده وما يضل كل النهار وما ضل حمل معي خبريتي. جوزيف في ناس بيروحوا على الشغل وبحياتهم اليومية حاملين نفس الخبرية السلبية وبيضلوا يدوروا فيها ويحوروا بيخبروها لكل العالم. هيدا انسان مقرر يغرق. انا كنت بعض الاحيان هيك، صرت عم بعمل ترابي على حالي عم خف. يعني 60 ثانيه لاوصل لها بتصور هيدي بكون صرت ب 80 بس الله شوي لا شوي شوي بتشتغلها شوي شوي بتشتغلها وبتقدر تعمل. رح اعطي شيء ثاني. بتعرف شو جوزيف؟ ما فيني غير وضعي. يعني انا اليوم ما فيني مثل ما اقول اذا ما بغير الحركات الجسمانيه. يعني مثلا اليوم انا يا اخي بتلاقي في كثير عالم بيكونوا قاعدين عم يحكوا بسلبيه، بتلاقي واحد انفل. هيدا الانفال كتير مهم. ليش؟ لانه غير اصلا وضعيته. اول شيء الجسمانيه، يعني انا اليوم افترض عم في شيء خبريه مثلا زعجتني، اذا بغير نفسي بتغير رده فعلي على الخبريه. اوكي بغير نفسي، بغير وضعي الجسماني، بقوم بتحرك بعمل. هيدا كتير بيساعدني لحتى اتغير. اعطيك مثل ثالث. انت اليوم جوزيف بتكون عم تفكر بشغله، قاعد عم تفكر بشيء وما عم يزبط معك، مسكرك كل الدنيا بوجهك. اوكي بتقوم بتروح بتظهر مع اصحابك بتتسلى، انت وراجع على الطريق بتلاقي انه الفكره وردت اجت لعندك. ليش؟ لانك رجعت وحدك. لا، لانك كسرت هيدا الحال اللي انت فيها، السلبيه اللي عايش فيها. ما نحن لما انت بتغرق بالسلبيه وبتحط حالك بالسلبيه بالوضع السلبي، انت بتضل عم تفكر بهي الطريقه. لما بتكسر هيدا الريتم بتروح اعطيت لعقلك فرصه انه يرجع نفس ياخذ نفس يفكر فيها بطريقه مختلفه، بتلاقي حالك انه بخبر زلمه، وهي الخبريه كثير بحبها، وبخبر زلمه انه كان صاحب شركه كان عنده ديل كثير كبير وما عم يقدر
يبت فيه وبيعتبر انه كان بيقول انا بليلتها كنت غرقان بالسلبيه، بقول تركت المكتب وكثير معصب وكثير حس حالي داون وكثير حس انه كل الدنيا مسكره بوجهي. انا وقاطع على الطريق بشوف ختيار ما عم يعرف يقطع الطريق، بصف سيارتي على جنب وبساعده لهيدا الختيار وبخليه يقطع الطريق وبس اطلع على سيارتي بلاقي انه في فكره اجت على راسي ما كنت انا ابدا مفكر فيها. شو صار؟ اللي صار جوزيف انه هو كان حاطط المايند سيت تبعه بطريقه سلبيه بافق سلبي. لما راح طلع هيدا الختيار من الشمال على اليمين اللي هي اكشن ما بدها غير ثلاث دقائق، عطي رجع صار عطي لعقله صفه الهيرو البطل، خلى عقله يرجع يصير بموقع شو القوه مش بموقع الضعيف. اوكي اوكي، ساعدوا عقله لحتى يلاقي افكار جديده. افكار جديده. جوزيف كمان بدي اخبر خبريه كثير بحبها وبحس كثير بتصورنا الامور يلي عايشينها نحن. بيقولوا قطع واحد في عمال عم يشتغلوا، قطع واحد حدهم، قال له لواحد قال له انت شو عم تعمل؟ قال له انا عم بكسب رزقي. قطع حد الثاني قال له انت شو عم تعمل هون؟ قال له مش شايفني عم عمر بطون. قطع حد الثالث قال له انت شو عم تعمل هون؟ قال له انا عم ببني بيت للمشردين. هالثلاث اشخاص جوزيف عم يشتغلوا نفس الشغله بس مش كلهم شايفينا بنفس الطريقه. فاذا الخريطه منا هي الحقيقه، ما في شيء اسمه حقيقه، في شيء خريطتي انا يلي بنيتها عن الحقيقه. هول ثلاث ناس، واحد منهم شايف بشغله بس كسب رزق، واحد ثاني شايف بشغله تعب جسدي عم عمر بطوله وافلح، واحد ثالث شايف بشغله انه انا عم عمر بيت للمأوى. فاذا هن عم يشتغلوا نفس الشغله بنفس الظرف بنفس الشيء. كرمال هيك الاشخاص اللي بيكونوا عم يفكروا بطريقه ايجابيه هن مثل ما قلت مش اشخاص عايشين بكوكب ثاني، هن اشخاص قرروا انه هيدا الشيء اللي انا عم بعمله ما لازم ياخذ من طاقتي وما لازم ياخذ من مجهودي. بس بتصور كمان في قصه تربيه، يعني الواحد اوقات بيتربى على انه يفكر بايجابيه من هو صغير، يعني حسب شو بشوف امه وبيه كمان كيف شو بيحكوا شو بيتعاطوا. لانه اليوم انت لما بتربي ابنك على انه يضل حاطط بباله الاشياء النعم يلي عنده اياها بحياته، وانا باكد وهلا بقول اذا بياخذ اذا اليوم بنزل هلا بيساني على الشارع بك مش حيلا لبناني، بقول له انت كم في شيء انت ناجح فيه بحياتك، كم في شغله انت بتقول جريتفل لها، مش العيله، مش الصحه، مش البيت، مش الشغل، مش ال طب هولي نحن ايش بدي انسيهم؟ ليش انا لما بدي اقول لك جوزيف تذكرني شغله كثير حزين، راحوا عيونك بسرعه على الشمال، انا شفتهم بعيونك لانك انت قطعت بسرعه وجبت دغري ذكريات حزينه، يعني عندك بفراكسيون دو سكوند قادر تجيب الشغله المفرحه بروح على اليمين؟ لا، الشغله المفرحه كمان بتجيبها من الشمال. بس انت لما رجعت طلبت منك انك تجيبها ما كانت حاضره، لانه انا ماني محضره، لانه انا حاطط بخزانتي مصفصف بخزانتي الامور السيئه يلي عايشها بحياتي، ما مصفصف بخزانتي ذكريات وامور ايجابيه. يعني إيه بس انا بعرف حالي انه عندي شخصيه انه فتش على الامور الايجابيه واقعد مع اشخاص بيعطوني ايجابيه. ما هيدي ما هيدي يعني هيدي بتسعيلها. بقى نحن اليوم بخزانتنا انا اوكي عندي ذكريات اليمه عشتها بس عندي كمان ذكريات ايجابيه. نحن اليوم بالدورات بتعرف انا كل الناس اللي بيجوا وقت هيك بنعمل دورات تدريبيه وهيك بفلوا، بس يفلوا من التريننج انا بعرف بفلوا هيك بعيونهم اسئله كثير على بالهم يرجعوا يفتشوا، بعدين بيرجعوا بيحكوني بيقول لي ميلاد انا شو عملت دخلك؟ كيف لقيت الحل؟ انا بقول له انا مش انا اللي اعطيتك الحل، انا ما بعطي الحل، انا ماني هيدا ماني سوبرمان، بس انا كل اللي ساعدتك فيه انك تسال اسئله مختلفه لعقلك لحتى يجيب لك اجوبه مختلفه، بدل ما اغرق بالسلبيه جوزيف انا اليوم مدعو انه فتش على الايجابيه اللي بمحيطي، ما بدي اكون عم بتفلسف اقول انا ماني قادر اغير الكون بس قادر اغير حالي. صحيح. على كل حال ان شاء الله الكل بيفكروا بايجابيه بكل الامور وخاصه بهالظروف اللي نحن عم نمرق فيها. نحن بحاجه هلا نفكر بايجابيه، يعني بين انت بس قول جوزيف بين السلبيه وبين الايجابيه، اي بجيب نتيجه احسن واختار. طبعا النتيجه ذاتها ولكن لنا لصالحنا افضل نفكر بايجابيه حتى ما نتوتر ويكتروا حبوب الاعصاب اللي عم تتاخذ وتتزلوع هالايام، يعني كل واحد ناطر مصيره. شكرا لك ميلاد، نرجع بنشوفك على الراديو يوم الثاني. لكن المشاهدين مكملين نحن وياكم بعد البريك ورشه ملح وتي في شوبينج مع دومينيك.